القذ العلوي منذ جاول الإسلامي وزارة الدخلة والذهب في إطار العناية ببيوت الله تبارك وتعالى وتشجيع المحسنين كذلك للعناية بها تفريشا وبناء وتجهيزا. نتواجد اليوم بمسجد البيعة بمدينة الدخلة، إحدى المساجد المهمة بالمدينة التي قامت جمعيات العناية بالمساجد وجهات الدخلة والذهب مشكورين على هذا الإنجاز العظيم الذي قاموا به تجاه هذه المساجد نظافة وتسييجا وتزليجا وشراء مكبرات الصوت من النوع الممتاز. نحن في كمسؤولين على القطاع لا يسعنا إلى أن ننوه بهذه المجهودات، وإن شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن نبحث عن محسنين آخرين يحدون حدوهم ليلقى رواد بيوت الله تبارك وتعالى طمأنينة وجوا يليق بشعائرهم الدينية. كما قلت المحسنين بدون الحمد لله ما أكثرهم بالجهة، ولكن ما تلقيناه من المجلس الجهوي والجمعية هو عمل مشكور كما قلت، يعني سياج مجموعة من المساجد، تزليجها من الخارج، صباغتها، شراء الأفرشة، هذا عمل الحمد لله بجانب عمل الوزارة أصبحت المساجد الحمد لله في رونق وفي جمالية. لا نقول وصلنا إلى ما نريده، ولكن نبتغي المزيد حتى تظهر هذه البيوت على أحسن ما يرام كما أشرت. محمد السندالي رئيس جمعية العناية بالمساجد. احنا اليوم دايرين زيارة ميدانية لبعض المشاريع اللي كنا درنا في بعض الجوامع، ومن ضمنهم اليوم في هاي الزيارة الميدانية المسجد البيعة اللي نشوفوا قضية الصوتيات اللي بدينا فيهم، والحمد لله كملناهم في الجوامع كاملين. هاي عملية عادلنا تقريبا شي شهر دريكون احنا خدامين فيها، يلا كملناها. في نفس الوقت بدينا في عملية ثانية وهي قضية تزليج بعض الجوامع من البرة كمسجد البيعة ومسجد القاسم ومسجد السلام، وبزال تابعنا مسجد بيرغندوز. هاي العملية نشكر عليها مجلس الجهة على الدعم اللي عاطيتنا باش نخدموا فيه. قضية التسييج مولي ديال المساجد كملناهم الحمد لله اللي بزالنا وهو مسجد البيعة، والعملية ماشية في أحسن ما ورام. ونشكروا جميع الناس اللي تساهم معنا في هاي الامور اللي هي اللي تعنينا كاملين. سياج